عندنا كلمتين انت تعرفهم بكذا شكل، ايه هما؟ neither و either. ومن حلاوتهم مع بعضهم ربنا وفقهم قال لحضرتك احنا هناخد نفس المكان، يعني هتلعب على نفس العيلة مع بعض. اول حاجة اهي كلمة neither، اسمع بقى معاك كم neither و either. neither و either neither و either. عندك neither و either، neither و either لو سمعتها American language صح برضو، neither either أو neither و neither. أوكي، دي بنقول لحضرتك إحنا لنا ثلاث أشكال. الشكل الأول أجي لوحدي neither لوحدها و either لوحدها. بتجي بعدها إيه؟ قالت لحضرتك إحنا بنيجي بعدنا مفرد ومعاهم فعل مفرد. دايما neither و either معاهم فعل ايه؟ مفرد. neither girl. اوكي؟ مش neither girls. طب انا عايز اقول neither girls احط دي بقى. neither of و either of هما دول اللي معاهم الجمع. وبرضو الفعل مفرد. اسمع بقى المثال عشان تفهم. انا بقول حبيبة ونور جم، لا الاثنين ما جوش. انا عايز اقول الجملة دي